السلام عليكم اعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في فيديو جديد. ولكن قبل بدايته لا تنسوا الصلاه على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه افضل الصلاه والسلام. طبعا في هذا الفيديو اعزائي المشاهدين لدي نقاط مهمه عن ظلم رياض محرز من طرف العديد من الجهات في الفتره الاخيره لسبب واحد، ساشاركه معكم. وايضا ساشارك معكم كيف ردت الجماهير والصحف العربيه عن الظلم الذي تعرض له رياض محرز في الفتره الاخيره. فهذا الفيديو مهم جدا، فاتمنى منكم حسن المتابعه والاصغاء من بدايه هذا الفيديو لنهايته لكي تتعرفوا على جميع تفاصيله. فاذا كنتم تشاهدونا للمرة الأولى لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات لكي يصلكم كل ما هو جديد ينشر في هذه القناة مستقبلا. رياض محرز وكما يعلم الجميع في الفترة الأخيرة راح يتعرض لظلم كبير وواضح، يعني واضح كوضوح الشمس. رياض محرز لم يترشح ولا لتشكيلة مثالية لدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز ولا للعديد من الجوائز الفردية الخاصة بالدوري الإنجليزي الممتاز أو حتى الخاصة بدوري أبطال أوروبا. الظلم يعني واضح كوضوح الشمس. وطبعا إذا مشاهدين كان هذا هو بداية الظلم عندما لم يتواجد رياض محرز في هذه القائمة لأفضل اللاعبين في دوري أبطال أوروبا للموسم. طبعا رياض محرز كان خارج هذه القائمة بينما كان هنالك لاعبين يعني مثل نايمار والعديد من اللاعبين الآخرين ما عملوش ولا شيء وما وصلوش للمستوى الذي وصله له رياض محرز في دوري أبطال أوروبا وكانوا متواجدين. لماذا؟ لأنهم ماركة ولم يدعموا يعني فلسطين وقضية فلسطينية. عندما رياض محرز رفع العلم الفلسطيني رياض محرز تعرض لظلم كبير جدا، وكأنه رياض محرز أصبح يدفع ثمن يعني رفعه للعلم الفلسطيني. ولكن من جهة أخرى نحن نفتخر بهذا الشيء، يعني غير ما ترشح ليش رياض محرز، ولكن يعني رياض محرز يدعم القضية الفلسطينية، فهو خير يعني مثال للاعبين يعني نقدر نقول عليهم فخر للعرب. المهم يعني كانت تلك وكان ذلك الظلم الاول. الظلم الثاني هو ان لم يختاروه من نجوم فريق العام للدوري الانجليزي الممتاز من قبل رابطه لاعبي المحترفين PFA، يعني اذا مشاهدين بروفيشنال فوتبول اكوزيشن. يعني رياض محرز لم يتواجد بالمره ويعني ما كاينش كامل في القائمه، كاين محمد صلاح، كاين هاري كين، كاين العديد من اللاعبين، اما رياض محرز لم يتواجد. والضمه الكبرى هو ان نادي او عفوا اذا مشاهدين ليس بنادي بل يعني سكاي سبورت الخاصة بالدوري الإنجليزي الممتاز عملت لنا قائمة مثالية لم يتواجد فيها رياض محرز بالمرة. كان كاين خمسة لاعبين أو ستة لاعبين لدى مانشستر سيتي كما تشاهدون، إدرسون، كانسيلو، ستونز، دياز، كيفن دي برون، غاندوغان، وثلاثي يعني وثنائي كما نقول لدى مشاهدين مانشستر يونايتد، وثنائي توتنهام، ولاعب نادي يعني ليفربول، ولا مكان لرياض محرز. هذا طرح العديد من التساؤلات. رياض محرز يظلم في الفترة الأخيرة بشكل واضح جدا، حيث أن حتى الصحف العربية ويعني تفطنت لهذا الأمر وأيضا شنت هجوم على هذه القضية. رياض محرز تعرض للظلم، كانت هذه عنونات العديد من المقالات للصحف العربية. كما تشاهدون هذا الموقع صرح قائلا البريمير ليج تشكيل الموسم يعني تنصف صلاح وتظلم رياض محرز. مرانيش نقول هذا الشيء من العاطفة. طبعا قائلين اعلنت رابطه لاعبين محترفين في انجلترا عن التشكيله المثاليه للدوري الانجليزي الممتاز التي ضمت مصر محمد صلاح وخلت عفوا بشكل مفاجئ من الجزائر رياض محرز. كان هذا يطرح العديد من التساؤلات. بينما ايضا سكاي نيوز العربيه صرحت قائله البريمير ليج تشكيله البريمير ليج تشكيله الموسم تنصف صلاح وتظلم رياض محرز، قائلين كلهم انهم ظلموا رياض محرز، وقائلين استبعدت التشكيله بغرابه النجم الجزائري رياض محرز الذي تالق بشكل لافت في نادي مانشستر سيتي وكان من نجوم الفريق خاصه في النصف الثاني من الموسم. واستغربت جواهير مانشستر سيتي في مواقع التواصل الاجتماعي عن ظلم الرابطه الانجليزيه لرياض محرز، وقائلين اعتبر الكثير من ان رياض محرز كان يستحق مكانه في التشكيله على الاقل في حساب الكوري الجنوبي سونغ هيون مينغ الذي تراجع مستواه في الاشهر يعني في اشهر الحسم بالدوري. فما رايكم اعزائي المشاهدين؟ قولوا لي واش هذا ظلم ام غير ظلم؟ اما بالنسبه للجماهير هي ايضا دافعت عن رياض محرز. صرح هذا المعلق باختصار شديد قائلا ان اختيار التشكيل جاء بناء على اسس تسويقيه في المقام الاول، يعني ما فيهاش اللاعبين قدموا لنا مباريات كبيره او لا، يعني كان تسويق فقط. ورياض محرز عندما رفع العلم الفلسطيني ولا نقدم له تحيه صدم الجميع وخاصه يعني الاتحاد الاوروبي لكره القدم، لانه رياض محرز دعم القضيه الفلسطينيه. فلهذا اعزائي المشاهدين سيكون رياض محرز خارج جميع التشكيلات المثاليه وخارج جميع الترشيحات للجوائز الفرديه هذا الموسم. كان هذا متوقع، يعني باه نكونوا واقعيين كان هذا متوقع، قلناها لكم في الفيديوهات السابقه، فلهذا طبقت على ارض الواقع. ونقولها لكم لو كان رياض محرز فاز بدوري ابطال اوروبا لن يتوج بالبالون دور، هذا شيء يعني مفروغ منه لانه دعم القضيه الفلسطينيه.
ونحن مع فلسطين ظالمه او مظلومه. طبعا صرح قائلا هذا المعلق الثاني: صحيح ان صلاح لعب دورا محوريا مع ليفربول، الا ان رياض محرز كان اكثر فعاليه، فاعتقد انه كان من الاحق التواجد في هذه التشكيله. فانتم ايضا اعطونا رايكم، بغي نشوف رايكم، ما بغيش نشوف يعني فقط اراء الجماهير الانجليزيه، بغي نشوف حتى الجماهير الجزائريه ورايها في صندوق التعليقات. اذا لو تشرفتوا اعزائي المشاهدين كتبوا لنا في صندوق التعليقات اراءكم لكي اقراها جميعا. بينما هذا المعلق الثالث قائلا: الشيء المؤكد هو انه لا يمكنك تجاهل محرز او برناردو سيلفا، يعني هؤلاء اللاعبين ما لازمش نتجاهلوهم ولازم ان يكونوا في التشكيله المثاليه. ربما قائلا: التشكيله منطقيه، لكن ماذا عن رياض محرز؟ رياض محرز كان من افضل ومن ابرز لاعبين نادي مانشستر سيتي، ومن حلول الذي مانشستر سيتي لم يتواجد في هذه التشكيلة المثالية، وطرح العديد من التساؤلات. ولكن في النهاية رياض محرز رد بطريقة خاصة، وأيضا بطريقة احترافية، وأيضا بطريقة أنيقة جدا جدا جدا، وذلك أعزائي المشاهدين بتواجده في تشكيلة مثالية من موقع خوسكورت بلغة الأرقام التي تخلو من العاطفة وتخلو من يعني كما نقول الميول إلى أحد اللاعبين أو التعاطف معهم. لغة الأرقام، ما هي لغة الأرقام؟ تقدم شيء الذي هو يعني مذكور، تتحصل على رقم، وذلك الرقم هو الذي سيجعلك في مراتب عليا او يعني سيجعلك في مراتب سفلى بطبيعه الحال. رياض محرز رسميا حسب موقع هوسكورت هو في التشكيله المثاليه ل يعني الموسم لابطال الدوريات الخمسه الكبرى، كما تشاهدون شامبيونز اوف ذا شامبيونز بيست اكس اي بيست 11 يعني بلاير، كما تشاهدون كاين اوبلاك ورياض محرز اعزائي المشاهدين كما تشاهدون هنا الظاهر امامكم مع كيفن دي برونج وكانسيلو وفودن. رياض محرز حصل على تنقيط 7.40 7.40 بطبيعة الحال، هو أفضل يعني رابع لاعب أو أفضل خامس لاعب. المهم تواجد في هذه التشكيلة من أفضل اللاعبين في الخمس الدوريات الكبرى، في الخمس دور، ليس فقط في الدور الانجليزي الممتاز، فهذا هو الشيء الذي جعلني يعني محتار بطبيعه الحال، لماذا رياض محرز لم يكن في التشكيله المثاليه الخاصه بالدوري الانجليزي الممتاز؟ اين هو مكان يعني محمد صلاح في هذه التشكيله؟ انا ما رانيش نقارن بين محمد صلاح او يعني رياض محرز، لا بالعكس، ولكن بغيت نعرف فقط لغه الارقام هي التي تنصف اللاعبين، لغه الارقام يعني هي من تعطي اللاعبين حقهم، وهو رياض محرز بهذه الطريقه رد على الاتحاد الاوروبي ورد على سكاي سبورت ورد على الاعلام الانجليزي، هو انه رياض محرز وزنه كبير ويبقى رياض محرز من الفئه العليا. وكما تشاهدون لغه الارقام راهي تتكلم، مش بالعاطفه، مش انا راني نتكلم، انا نحضر لكم فقط الاخبار بطبيعه الحال. فانتم اعطونا رايكم في صندوق التعليقات، ما رأيكم برد رياض محرز على الظلم الذي تعرض له في الفترة الأخيرة، وذلك الظلم الذي كان يعني واضح كوضوح الشمس وكان رهيب بطبيعة الحال. فرياض محرز عندما رفع العلم الفلسطيني، هذا هو السبب، يعني ما كان سبب واحد آخر، هذا هو السبب. رياض محرز عندما رفع العلم الفلسطيني عمل صدمة لجميع يعني اللوبيات ولجميع الصهاينة في انجلترا، وبطبيعة الحال كان هذا شيء مدروس، هو انه يتم منع رياض محرز من الترشح للعديد من الجوائز في الدوري الانجليزي الممتاز او حتى في دوري ابطال اوروبا، ولكن لغة الارقام في نهاية المطاف هي التي انصفت رياض محرز. فكان هذا زي المشاهدين افضل رد واقوى رد من رياض محرز من موقع هوسكورت، وليس للمره الاولى رياض محرز يكون في التشكيل يعني المثالي، لانه حتى في المرات الماضيه كان رياض محرز في التشكيل المثالي في العديد من التشكيلات، حتى في الدوري يعني الانجليزي الممتاز رياض محرز كان من الابرز، كما تشاهدون ها هو رياض محرز يعني في التشكيل المثالي في الشامبيونز ليج، يعني حتى في الشامبيونز ليج رياض محرز كان في التشكيله المثاليه وتحصل على اعلى تنقيط ب 7.83. لغة الأرقام لن ترحم، لغة الأرقام أنصفت رياض محرز، وكان هذا هو رد رياض محرز على كل يعني الصهاينة في الفترة الأخيرة الذي عملوا لرياض محرز هذه المكيدة وظلموه. فكان هذا فيديو اليوم، أخبرونا عن أكثر صندوق تعليقات، ودمتم بخير، رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام.